الغريب في روسيا منذ العهد السوفيتي هو أن يموت المعارضون والخارجون عن طاعة الجيش والاستخبارات ميتة طبيعية، فالغموض والتأويل والتفسير يكتنفون معظم النهايات لهؤلاء، وليس بروغوجين زعيم فاغنر أولهم وربما ليس آخرهم. فمن ينسى صورة ألكسندر ليتفينكو عميل الكي جي بي السابق وهو في سريره مسموما بجرعة بولونيوم مشع، حيث مات في لندن بعد لقائه وشربه الشاي مع جاسوسين سابقين للاستخبارات الروسية عام 2006. ليتفينكو كان قد اتهم الأجهزة الأمنية في نهاية التسعينيات بتحضير انقلاب لوضع فلاديمير بوتين في السلطة. أما هذه الجثة فهي للمعارض البارز بوريس نيمتشوف. رصدت الكاميرات في موسكو قيام مجهول بإطلاق 8 رصاصات استقرت 4 منها في رأسي وقلبي وكبدي ومعدة نيمتشوف، وذلك بعد ساعات من دعوته لمسيرة شعبية رفضا للحرب الروسية على شرقي أوكرانيا حينها. هذا الاغتيال حمل إدانات دولية واسعة بما فيها الحكومة الروسية التي قالت إنها لاحقت مشتبها بهم في العملية، لكن أحدهم فجر نفسه في العاصمة الشيشانية غروزني عندما حاصرته الشرطة. الثلاثة المذكورون هؤلاء يشكلون امتدادا لعمليات مشابهة منذ 100 عام ونيف في الجغرافيا الروسية وفي كل منطقة كانت تصلها يد الكي جي بي، بحسب الروايات التي تصر على أن من يعيشون في ظل السلطة السياسية والعسكرية والأمنية ويخرجون عنها أو يخونون الأمة كما يحلو للساسة الروس أن يسمونهم، فإن هؤلاء يدخلون في ظل شبح الموت الغامض فقط لا يعرفون كيف وأين ومتى.